لبنان دايما لبنان بقلب البابوات من يوحنا بولس الثاني للبابا بنديكتوس السادس عشر للبابا فرانسيس. نحن اليوم كمان منقله للبابا بنديكتوس السادس عشر يلي انتقل للسماء لحتى يكون شفيع لكل العالم وللبنان، كنا بقلبه وهو اليوم بصلاتنا. متابعين معكم هاللقاءات المباشرة يلي عم بتواكب رحيل البابا العظيم، هالشخصية العظيمة بحياة الكنيسة. وبستقبل هلأ على هوا إذاعة صوت المحبة وتشاريتي تي في المحامي الأستاذ أنطوان صفير الحقوقي والاختصاصي بالقانون الدولي. أهلا وسهلا فيك أستاذ بصوت المحبة. شاء الله سنة مباركة ولألك. أكيد نحن معك إذاعة وتلفزيون. حضرتك كمان ما من ننسى أنه مسؤول بمؤسسة البطريرك الكاردينال قديمة هذه. ايه بس بدي أقول أنه من هون بدي أنطلق لأقول أنه حضرتك المقرب جدا من هالعلاقة يلي كانت بين عظيمين، قداسة البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر المستقيل والكاردينال نصر الله صفير المستقيل. هون بدي شوف أوجه التقارب بين هالشخصيتين، بين الأسباب يلي أدت إلى الاستقالتين، وين في تقارب وين في تباعد. هيك شوي نحكي بهيدي الأشياء. أول شيء سنة مباركة على كل اللي عم بسمعونا وعم بيشاهدونا. أكيد. ووقت اللي منكون على منبر إذاعة صوت المحبة تي في تشاريتي، أنا لأني خريج الكريم بحس أني كأني بالبيت طبعا وكأني بين أهلي، وهذا شيء طبيعي. واقع الأمر أنه علاقة بكركي والفاتيكان عبر التاريخ لها يعني خصوصية، وهالخصوصية هيدي تجلت من خلال مسار طويل. يعني عم نحكي من أول ما البترك أرميا العمشيتي راح يعني على روما واستمر عبر التاريخ، وكل الأزمات المصيرية اللي مرقت على لبنان واللي مرقت على الكنيسة المارونية وعلى الكنيسة المجاهدة، لأنه كنيستنا المارونية هي كنيسة بعدها عم بتأدي شهادة. يعني هالشهادة هيدي شهادة رسالة وشهادة شهداء قدموا كمان حتى الأمس القريب في لبنان طبعا. والفاتيكان كان دايما يواكب هذه المسيرة، يواكب هالمسيرة، بس ما بيواكبها بيعمل عليها ضغط، يواكبها مواكبة الأبوة مش مواكبة المدير. حلو. وهذا شيء أساسي بكل المسار اللي صارت عليه الكنيسة المارونية بعلاقتها مع كنيسة روما. هلأ لأني أنا حقوقي مفروض أول شيء تتحدد هذه العلاقة القانونية، لأنه دائما في كتير ناس بيسألوا أنه نحن كنيسة مستقلة أو مش مستقلة وشو علاقتها بروما. شو مدى كنيسة روما هي الكنيسة الأم، خلينا نقول، اللي تظلل الكنائس الأخرى من خلال الشراكة. الشراكة بهال مش بس باللاهوت، عم بحكي كمان بالإدارة. السبب في علاقة أيضا إدارية. يعني اليوم الرهبانات اللبنانية اللي هي أوردر مش كونغريجاسيون، أكيد، وعلاقتها هي تتبع إداريا حبلية. تتبع إداريا للكرسي الرسول، صح. علاقة البطريركية مش كلهم، بل الأوردر، صح. يعني الرهبانات اللي تابعة للحبرية، خلينا نقول، نعم. مش الجمعية البطريركية، يعني تنطمنك مش الكريم بعرف ولا رهبات العائلة المقدسة المارونية. اليوم هالعلاقة القانونية هي علاقة لأنه رأس الكنيسة هو خليفة بطرس، وانطلاقا من هون وانطلاقا من الإيمان بهال بعقيدة كنيسة روما مستمرة الكنائس اللي بهالمسيرة، لأنه في شراكة، وهالشراكة هي تتجلى بمختلف الأصعدة. يعني وقت بده يعلن قديس روما بتعلن طبعا. أوكي. هلأ أهمية ما يعني البابا بنديكتوس السادس عشر، اللي أنا كشخص ما بعرفه، يعني بس عم بحكي يعني تعرف عنه بعرف عنه
وبعرف هالمسار. نعم. وقت اللي توفى كتبت على يعني صفحة صفحة التواصل الاجتماعي اللي عندي رجل العقيدة ما بيتزحزح ثوابت وعقيدة. والبطرك صفير كان رجل الثوابت والعقيدة. يعني الفرق انه ما عاشه البابا بنديكتوس غير اللي عاشه البطرك صفير. البابا بنديكتوس ألماني عاش بعمل رسالة كتابي حتى بأيام الباباوات السابقين، لاسيما البابا يوحنا بولس الثاني هو رئيس مجمع العقيدة والإيمان، وبالتالي هون عم نحكي ذكور يعني الأساس. اليوم ما في كنيسة بلا عقيدة وإيمان، وما في شيء بيتغير بالكنيسة إلا إذا مجمع العقيدة والإيمان قرر شيء ما في هذا الموضوع لا يعطي المؤمنين. ما بيشبه إلى حد ما كمان شوي البطرك صفير يلي كان قبل ببكركي هو المسؤول عن المكتبة طبعاً. يعني بتخيلوا قاعد بين الكتب كمان تماماً. وبين كل اللاهوت والفكر جاي على الموضوع تماما اللي هو أنه هل مسيرة هيدي هون شخص قاعد بالفاتيكان عم بي يكتب عقيدة واللاهوت وإيمان وهو ستريت، وهذا شيء معروف يعني حتى كل اللي حكيوا عنه حتى الناس اللي ما كانت توافقوا الرأي من غير طوائف أو من غير مذاهب. تعرف أن البابا بنديكتوس السادس عشر يعني بتقري قبل ما تشوفي بابا يعني عنده فكره فوق فكره بيوصل لك قبل باباويته. تيولوجي بوليتيك عنده يعني جوزيف راتزنجر شغلة فكرية كبيرة مستمرة في التاريخ كفكر بلس كبابا يعني بالمرحلتين، مش بس كموقع وكحبر أعظم إنما ككاتب مؤلف مفكر. يعني مثلا عنده كتاب اسمه إيكومينيسم إيبوليتيك، يعني أنا بتعاطى بالشأن العام وقت اللي بقرأ العقيدة وهو بيوصف العمل السياسي بيوصفه بشكل فعلا يعني فنان بتوصيفه. ليه؟ لأنه عم بيجيب العمل السياسي للعقيدة والإيمان وبيطبقه. بطرك صفير كان رجل الكلمة لأنه مدولاتر، يعني مثل ما مرة حدا كتب لم يصدر أي بيان أو يكتب أي محضر أو أي رقيم بطريركي منذ أيام البطريرك المعوشي إلا وكانت للبطريرك صفير يعني يد فيه. الفرق اللي عم بقوله وين؟ البابا بنديكتوس السادس عشر عاش أزمات ألمانيا لأنه مرقت الحروب أوكي؟ بس رقت الحروب من الأربعينات ما عاد صار فيه حروب أوكي؟ صار فيه شيء من بس كان عنده نوع آخر. كان عنده هم هو توحيد الألمانيتين اللي قسمتهم الحروب أن شعب واحد ودولة واحدة. رجعت صارت والبابا الراحل يوحنا بولس الثاني رجل يعني دخل التاريخ من كل زواياه، كسر جدران لأنه كسر الجدران وأعاد للناس اللي اعتبروها في منطق العبودية كمان. وهون بقول شيء أساسي، مثل ما البابا القديس يوحنا بولس الثاني ومعه البابا بنديكتوس السادس عشر تثبيت العقيدة وضرب الجدران أينما كانت اشتغل لإسقاط الشيوعية لأن هي ضد حرية الإنسان بهالدول كانت عم تتمارس فيها. البابا فرانسيس اليوم يسعى لتحرير الإنسان من الكابيتاليزم سوفاج، رأسمالية المتوحشة اللي هي بقلك بكل صراحة بتعطي لاعب كرة قدم 100 مليون دولار وما بتحط على ريشيرش لمرض السرطان 10 مليون دولار. هيدي البابا فرانسيس عم بيعطي هالأمثولة بالذات. هالأمثولة. البطرك صفير عايش أزمات لبنان لأنه ولد مع لبنان الكبير بال 1920 ويقولها كل أزمات ودايماً لبنان ودايما يقول ولدت مع لبنان الكبير. أوكي. هلأ عايش الأزمات بمختلف الأصعد. ليه؟ لأنه لبنان وقت اللي صارت عملية الاستقلال
ما كانت متكاملة. لهسه باب نتائجها ما كانت متكاملة. بمعنى هنالك وطن بس بده دولة، تيكون بده دولة هالدولة إلها عناصر. مش كلها موجودة. مش كلها موجودة حتى قبل الخمسة وسبعين. مع الخمسة وسبعين انهار الحصن اللي أنشأوا الموارنة مع بقية اللبنانيين. حصن الرسالة والحرية والتعددية. وهون صارت بكركة قبل ما البطرك سفير يصير بطرك، وبس صار وحتى تاريخه وغبطة البطريرك الراعي اليوم عم يحكي، بتعلي صوتك كتير بكركة وتخرج عن المألوف العام يوم تكون ثوابت الكيان اللبناني في خطر. علاقة الباباوات بالبطاركة علاقة مهمة وعلاقة خارج ينعمل عنها دكتوريات ونعمل عنها دراسات كتير، رسائل إن كان أطروحات دكتوراه أو رسائل للماستير خصوصا اللي بيشتغلوا علاقات دولية أو تاريخ. بس أنا بدي أتوقف عند حدثين. الحدث الأول هو زيارة البابا يوحنا بولس الثاني للبنان. أكيد هيدي محور كتير مهم نحن اليوم عنا. 97 إيه. ومن ثم زيارة بنديكتوس. البابا بنديكتوس الثالث عشر إلى لبنان. 2012. اللي وجه فيها تحية خاصة للبطرك صفير. مع أنه كان مستقيل. أنا هون اللي بدي ركز عليه هو العلاقة بين هودي العظيمين. وكيف يعني البطرك صفير وقت زيارة بنديكتوس للبنان كيف استقبله كبطريرك مستقيل. كبطريرك مستقيل. بس هو بلش. كرجل في الظل. بس كبلش أنه سونيمينانس لكاردينال صفير. للفكرة اللي كنا عم نقولها عن هالعلاقة المميزة بين العظيمين الفاتيكاني واللبناني. خلينا نقول أنه في محطة أساسية هي الاستقالة. تجمع بيناتهم. طبعا. هلأ استقالة البطرك صفير كانت استقالة طبيعية. ليه؟ لأنه صار بعمر التسعين كان. رغم أنه كان بعده بقدراته ممكن يكمل فيها. استقال وضل يعني وقعد بالظل. ولكن الناس بقيته بضميرة بفكرة وبدعمه ومحبته. ما في عظيم بيزيح و... طبعا هيدا شيء أساسي وبتنطوى الصفحة يعني أساسي. أبدا. وغبطة البطرك الراعي قال كلمة قبل ما توفى البطرك الصغير حتى يوم انتخابه للبطرك الراعي. شو بيقول بالكلمة؟ أنا كنت موجود بالكنيسة. بيقول أنت البطريرك الدائم. مزبوط. وقت اللي توفى البطرك صفير بدفنه البطرك الراعي بيقول انه سمي بالبطرك الدائم، بالبطرك الحديدي، بالبطرك الذي لا يتكرر. اما البابا بنديكتوس بدي اسالك عشر. انا خبرنا سيدنا المطران مطر شو كان يقول البابا بنديكتوس عن الكاردينال صفير، ايقونة الكنيسة المارونية العظيم حتى وقت استقال. بدي أسألك بحكم قربك من الكاردينال صفير شو كان يقول عن بنديكتوس؟ هو كان يحبه للبابا بنديكتوس. مش عم بحكي شخصي، بحكي على صعيد العقيدة. لأنه بيشبهه من ناحية أنه هيدا الشعار اللي دايما بيردوا الناس قلنا ما قلناه. بينطبق 100% على البابا بنديكتوس. صح. البابا بنواسيس قول كلماتك وامشي. لما نحكي عن موضوع خليني أقول عن الموضوع الديني صار في عليه مشكلة بينه وبين بقية المذاهب والطوائف، وهون قالوا أنه قاسي ومتطرف وما بعرف كلام. هون هو راح على الإيدنتيفيكاسيون، يعني أنا عندي هوية وهالهوية هي بتحاور الآخرين، مش بتندمج بالآخرين. ساعتها ما عاد في مش حوار. وهذا الشيء اللي كان البطرك صفير قاله بتشرين الثاني 93 عند افتتاح مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك بسيت الجبل بفتاة. بقول إذا خيرنا بين التعايش والعيش والحرية سنختار الحرية. شو يعني؟ يعني هل مجموعات اللي ساكنة بلبنان بتطبقيها على المستوى العالمي مثل البابا بنديكتوس حكي فيها، بتحاور بعضها بس انطلاقا من حريتها وكرامتها وهويتها، مش انطلاقا من اندماجها بالآخرين مثل ما هون صار يقولوا بلبنان، وهذا بالعلم السياسي مش موجود. الانصهار الوطني. في شيء اسمه انصهار وطني، في شيء اسمه تعاون وتوافق.
أما استقالة بدي وهون توقف وهيدي اللي أشرت لها بدنا نقولها بطريقة مختصرة لأنه كتير الوقت عم بيداهمنا. يلا الموضوع هو أنه وقت استقال البابا أي وقال وقتها هيك بطريقة أنه أنا بمشي وبحكي وبسمع وبعدني بصحتي، أنا عم بعطي أمسولة لأمراء الكنيسة وأنا عم بعطي أمسولة أيضا بالتالي لكل الجماعات السياسية وكل رؤساء الدول وكل رؤساء الوزارات وكل رؤساء الأحزاب، وأكيد عم بيعطي للبنان للناس اللي ما بتطلع من مطرحها معتقدة أنها أزلية. أوكي، إذا بابا روما تنازل، إذا بابا روما تنازل يعني هيدي أمسولة للكل إنه في حدود الطبيعة وفي حدود القدرة. يعني أنا هالقد لعدد سنوات قدمت ما قدمته لازم زيح على جنب لأنه دورة الحياة تستمر من خلال تغيير النمط تغيير الأشخاص ضمن الخط العام. لهالسبب البابا بنديكتوس السادس عشر باستقالته كان الأكثر إذا بدنا نقول قوة، يمكن لأنه ألماني، يمكن لأنه هو شخصيته شخصية ما بتمزح، ما بتمزح مش على صعيد شخصي، على صعيد شخصي كتير مهضوم بيقوله، بس على صعيد العقيدة أيه؟ الإيمان، القرار، رؤية العمل السياسي في العالم. لسبب كان حد بمناهضة كل اللي عم بيصير ضد حقوق الإنسان، وما ما كان لين، ما كان لين بهذه المواضيع، وهيك لازم يكون. إذا ختم باباويته حبريته بقرار يعني مدوي، هو قرار الاستقالة، لأنه بدأ إرادة كتير، بدأ واحد كتير يكون قوي ليقدر يستقيل ويترك لوقت ما حدا بيقدر يفرض عليه ولا حدا بيقدر يشيله ولا عنده يعني الكاباسيتي تبعه. بعدها كلها كانت ممتازة. أنا كنت تابعه دايما وقت اللي خلص حبريته وراح يلتقي بخيو الكاهن، بقى خيو بيقول له هلأ صرنا، هو بيقول لخيو بيقول له هلأ رجعنا اثنين اخواري. يعني هذا التواضع للبابا بنديكتوس. إضافة لفكرة أخيرة وكتير مهمة، البابا يوحنا بولس الثاني كان رجل حبيب الشعب، خلينا نقول ناس شبيبة الجورني مونديال دي جون البديكي. ما إجا البابا بنديكتوس تياخد الضوء أبدا ولا سعي، بالعكس إجا حتى استعمل نفس الشعار ليستكمل هالمسيرة، لأنه الكنيسة واحدة، فعل واحد والرأس واحد لا يتغير، ولكن الشخصيات مختلفة، ولكن الشخصيات جداً وستيل حتى يتغير. يعني هلأ إذا بدك من يوحنا بولس الثاني لبنديكتوس، بس وراء يوحنا بولس الثاني كان في رجل عقيدة وإيمان. يوحنا بولس الثاني تنطلق برسالته العالمية وطاف الدول، ضل سنة ونص يشتغل جوا مع جوزيف راتزينجر ومجموعة تقدروا ثبتوا جوا وانطلق. ما فينا ننطلق إذا مش مثبتين البيت، أنا ما في روح أعمل أشغال إذا بيتي خربان. هي هاي المشكلة بلبنان على الصعيد السياسي، وأنه بنحكي بأمور كبيرة بالوقت اللي الأشياء الصغيرة ما عم تنعمل. استقالة بنديكتوس السادس عشر إجت من بعد استقالة الكاردينال بالزمن، يعني اجت بعد استقالة الكاردينال صفير. كيف كان وقع هون على الكنيسة المارونية؟ كيف كان وقع على وقت اللي بس بدي أقول كلمة، وقت اللي استقال البطرك صفير شو بيقول البابا بنديكتوس؟ بيقول إنه فعل تواضع كبير من هذا الرجل الذي خدم بلده لربع قرن كبطريرك، جاهد في سبيل استقلال بلاده وسيادته دون كلل. حتى وقت اللي كان في احتفال ببكركي بيجي الكاردينال مونبرتي لهون بيقول له باسم البابا بنقول لك اون فو ريميرسي بور 25 عام، لانه البطرك صفير ما حاول مره يعكر العلاقه مع الفاتيكان ابدا ولا مره، حتى في امور كانت ما تعجبه ما تعجبه، وهيدي شغله صارت مش انه شغله معروفه. لما انتخب البطرك صفير ب 19 نيسان 1986 بيجي السفير البابوي لوتشانو انجيلوني كان اسمه، بيقول له في قرار بتعيين المطران خليل ابي نادر والمطران يوسف بشاره تعيينا على اكبر ابرشيتين الوقت اللي لازم يصير فيه انتخاب.
هي ما عجبته للبطرقسفير، إنما خضع على إرادة الحبر العظم، لأنه كان البابا يوحنا بولس الثاني، وكان يعرف البابا يوحنا بولس الثاني شو محبته للبنان. أوكي، أخذ قرار إداري، ما حب يعمل أزمة أول عهده. حلو. إذن أوقات بيتعالى الواحد على الموضوع. هلأ طبعا في كتير أفكار ربما بقلب الفاتيكان يمكن ما بتعجب الكنيسة المارونية. ليه؟ لأنه هودي ناس جايين من مختلف البلدان والبيئات، ولكن تخريجة الموضوع الحبر الأعظم، سياسة الفاتيكانية العامة، سياسة ثوابت الفاتيكان تجاه لبنان. هلأ بهاي المرحلة الفاتيكان عم بيشتغل للبنان، هلأ بهاي المرحلة، لا ينتخب رئيس جمهورية، لا يجي رئيس وزارة، لا استنهاض الوضع بعد ما وصلنا للي وصلنا له. وكل كلام بالإعلام عن خلاف بين بكركي والفاتيكان هذا حكي، هذا أذى ليه؟ لتقزيم الموقف الأساسي للبطريرك الماروني، إنه الفاتيكان ما بده، الفاتيكان ما بيملي على البطريرك الماروني، الفاتيكان يساند البطريرك الماروني. ليه؟ لأنه البطرك الماروني ما عنده مشروع خاص لا لإله ولا للموارني، عنده مشروع للبنان اللي هو استنهاض الدولة اللبنانية، وصرخات البطريرك الراعي المتتالية تشير إلى ذلك بشكل واضح. هلا إذا ما عم يسمعوا لأنه في ناس ما بدها تسمع، لأنه في ناس مش رايدة تصحيح الوضع، بس هذا مش معناته أنه صح. وبالتالي أكيد أنه البابا فرانسيس هو يدعم مواقف البطريركية المارونية والكنيسة المارونية في الدفاع عن سيادة لبنان. أكيد، ونحن بنعرف قديش لبنان له مساحة بقلب البابا فرانسيس، لأنه كمان عايش بالأرجنتين، تجربة مش شبيهة بس فيها كتير من عناصر، لأنه قريب كمان، قريب كتير، يعني مثلا عايش مراحل الفساد اللي مرقت وقتها وكادر كيف الناس اغتنيت كتير الأقلية والأكترية، كتير وصلت لمرحلة مزرية من الفقر وغيره. هلأ سؤال يمكن هيك بيطرح ذاته، بعد مثلا استقالة الكاردينال نصر الله صفير، بعد استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر، من كم يوم هيك كمان شفنا بالإعلام أنه البابا فرانسيس فور إعلانه واعتلاقه السدة البابوية، وقع على مرسوم أنه هو في حال ما عاد قادر يقوم بكل واجباته هو ممكن يقدم استقالته. بلشنا نسمع هيك أخبار عن احتمال أنه إذا صحته ما ساعدته استقالة. هل صارت هالشغلة؟ إذا بدك عرف لا، بس هي صارت أنه صارت تصير بمعنى ما، لأنه قبل كانت كتير بعيدة بالتاريخ، لا يعني ما كانت موجودة من أجيال، إيه بس ما كانت أجيال. هلأ بعصرنا لا أبدا، بعصورنا أبدا ما كانت موجودة، يعني من مدري كانت القصة أنه البابا هو مدى الحياة. نعم، بس كمان كان البابا بالأول ما يروح من الفاتيكان، إيه أوكي، مع البابا بولس السادس ويوحنا الثالث والعشرون والبابا يوحنا بولس الثاني، أكيد صار يبرم العالم، يبرم وين ما كان. ليه؟ حاملا الرسالة. نعم، حتى البطريرك الماروني ما كان يروح، يزار ولا يزور. أوكي، هلا أنا بمكان ما أنا معه، أنا معه بمكان ما، بس كمان في مطارح البطريرك والبابا بدهم يروحوا يشوفوا رعيتهم. هذا الشيء اللي عمله البطرقسفير عندما زار الأبرشيات المارونية في أمريكا، في الأمريكيتين، أفريقيا وأستراليا وأوروبا وغيرها، ليقول أيضا أنه هؤلاء كمان هني رعاية للكنيسة المارونية. وإن كانوا في الأراضي البابوية، وهذا شيء أساسي كان البابا يوحنا بولس الثاني حريص عليها، على أساس أنه في خصوصية للكنيسة الشرعية لازم تحفظ. البابا فرانسيس مثل ما عم نشوف مساره أهين عليه شيء هو أنه يستقيل، ما عنده مشكلة، لأنه التجرد اللي عنده، التواضع يلي عايشه، ما يعني منه قوته مش كبابا فقط، قوته بشخصه، يعني بقديش إيمانه وتواصله مع الناس الفقراء، وقديش هيك عايش التواضع، ومن صليبه منبلش، من كل الأشياء الأساسية اللي كانت هيك، اللي هي نسميها نحن بهرجات، هي مش بهرجات، هي كانت عظمة الكنيسة. أوكي، هو البابا فرانسيس ما قبلها، اعتبرها أنها من الماضي، وهي أيضا وهي من الماضي. لهالسبب ما بستبعد أنه يستقيل، ما بستبعد أي ساعة بيشوف حاله ما عاد قادر يستقيل بيترك.
بدي ارجع لاستقالة بنديكتوس السادس عشر يلي الى حد ما فينا نقول هي مفاجأة، من جهة مفاجأة، من جهة تانية ما حطته على جنب، يعني كان بموقع يمكن هو السند الكبير للكنيسة بالمطرح يلي هو اختار انه يكون فيه. يعني صحيح البابا الفخري، البابا في الظل إذا بدك، ولكن كان له حضور مميز. لا شك له حضور، طابع الكنيسة بكتب وأفكار وعقائد وثوابت وأنسيكليك، ورجل منه رجل بسيط، يعني زلمي شارك بالمجمع الفاتيكاني الثاني بقوة يعني، وبكل شيء إجا وراه، ورجل طبع الكنيسة بتاريخها، وحتى وفاته إذا منتبهها كأنه بابا حالي. صح. أستاذ أنطوان صفير، بكلمة قبل ما نكون ساعة 12 تماما مع التبشير الملائكي، بكلمة أنطوان صفير الحقوقي والاختصاصي بالقانون الدولي وابن الكنيسة المارونية، كيف بتودع البابا بنديكتوس السادس عشر بكلمة؟ البابا بنديكتوس السادس عشر كل هالكنز اللي ترك لنا إياه هلأ كتير ناس بدأت تتعرف عليه. أوكي، يعني بيقولوا انه القديس عند وفاته ان شاء الله بيصير قديس، سمعنا ان شاء الله بيصير، ان شاء الله بيصير قديس، تطالب. عنده كميه كتب وافكار، يعني انا قاري بعضها وبدعي كل الاصدقاء انهم شو فيهم يتغمقوا اكثر ويتعمقوا بفكر بنديكتو السادس عشر، لانه فكر مهم واساسي يؤكد على الكنيسه في المجمع الفاتيكاني الثاني وما بعدها اللي هي مستمره. انا بقول له الترتيل اللي بتقول وهو أكيد فيها، كما يشتاق الأيل إلى مجاري المياه، إلى مجاري المياه. هو راجع إلى حيث إلى النبع، إلى النبع. شكرا لك، خلينا نكون بوقفة ونصلي معكم تبشير الملائكة مستمعينا، ونرجع نكفي لقائنا.